لكن هم نفس الإخوان، هو نفس المشهد، هم نفس الناس. في مصر أصابتهم حالة السلطة مبكراً، فأرادوا التكويش على الرئاسة والبرلمان والحكومة وكل المصالح الحكومية، وشفنا الأخوانة وشفنا الإقصاء وشفنا بندخل إزاي ونمشي الناس، وكنا بنضع القوائم التنظيمية لجماعة الإخوان اللي كانت بتدخل في كل وزارة. دي كانت وكانت البداية مشاركة لا مغالبة. لا لا لا، احنا مش جايين عشان نستحوذ، احنا جايين بس ايه، نشارك في البرلمان. وبعد ما نشارك في البرلمان، اصل احنا عايزين نغير الدستور، او نغير الدستور الاول عشان الدستور يمهد الطريق، وبعدين نشارك في البرلمان، وبعدين نستحوذ على البرلمان، وبعدين نشكل الحكومة، وبعدين يكون لنا رئيس. بدأت مشاركة وهي في النهاية مغالبة، ثم انهيار الدولة بقى من جوانبها المختلفة. في تونس تعلم النهضة، أو تعلم حزب النهضة من فشل إخوان مصر، فقال لك نجرب التجربة على شكل أطول شوية، بلاش السنة. لا لا لا، المصريين كانوا متسرعين، الإخوان يعني، الإخوان في مصر كانوا متسرعين، سنة وخلصوا. وعشان كده البلد اتقلبت عليهم والمصريين رفضوهم، لأن المصريين مش عايزين يعني يعني فكرة القوى الظلامية دي ضد العقيدة المصرية الخالصة، يعني ده غير التفاصيل الأخرى، ولكن القوى الظلامية هي ضد العقيدة والإيمان المصري الخالص. فقال لك لا، إحنا هناخدها بتأني، بالراحة، إحنا هناخدها واحدة واحدة، وإحنا هناخدها بالطريق الديمقراطي اللي العالم كله كان بيشهد بيه أن هذا هو ده الربيع العربي الحقيقي، وهي دي المشاركة الحقيقية بين قوى السياسية، وهو ده النموذج العظيم اللي القوى الإسلامية المعتدلة كما أسموها في الغرب تشترك مع القوى المدنية. لكن في الحقيقة لم تكن هناك مشاركة، كانت أيضا مغالبة، كانت أيضا مغالبة، وكان الهدف دائما هو السيطرة والسلطة والأخوانة، ولا ينظرون لواجبات الحكم ولكن فقط لمزاياه ولحقوقه. والناس مش مهم، الناس الناس تموت في المستشفيات وما يبقاش فيه أكسجين وما يبقاش فيه فاكسين وما يبقاش فيه لقاحات، مش مهم، الناس تموت في الكورونا عادي، احنا بنتخانق دلوقتي على الكراسي، بنتخانق على السلطة. فاللي عملوه الإخوان المصريين في سنة، هم عملوه في النهضة في 10 سنوات، ولكن في القلب هو الأمر واحد، في القلب هو النظام الإخواني المعروف، السيطرة، المغالبة، الاستحواذ، وأشياء أخرى كثيرة. هو ده الوضع، ولما لا يتمكنوا نبتدي بقى في قتل المعارضين، في التهديد، في العنف وغيره.